قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحياة مع الناس لا تستقيم إلا بالصبر والتحمل وغض الطرف عن النقائص والعيوب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. والله سبحانه وتعالى يوصي عباده بالصبر على ما يلاقونه من الناس من ضر، وأن لا يقابلوا السيئة بمثلها، فيقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصابر إذن هنا ذو حظ عظيم، والحظ هنا هو النصيب الوافر. إذن فالصابر له حظ ونصيب وافر من الأجر والثواب، وصبره على الظلم بخاصة إذا كان قادرا على الانتصار نفسه، وليس صبر الضعف وخنوع واستسلام، درجة عالية من الإيمان ومستوى راقي من العزيمة والتغلب على دواعي الانتقام. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إخوتي الكرام، أكبر باعث على العمل حسن الجزاء عنه، عندما تعلم أن هناك عمل والثواب نتاعه كبير جدا. تصور مثلا واحد يجي يعرض عليك خدمة تؤجر فيها 100,000 دينار يومي، 10 ملايين في النهار، ماذا سوف تفعل؟ تتقاعس؟ تقول له والو خلينا؟ لابد أنك ستجد في نفسك رغبة في ذلك العمل، لأن فيه أجرا عظيما، ونحن لا نجد في القرآن شيئا عظم الله أجره مثل الصبر. يقول سبحانه وتعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم من ذلك قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.